السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة كاميرا تقني. إن شاء الله النهارده هنقول لكم على تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعلى العرب سات. بس قبل ما نبدأ الشرح، نتمنى لو أنتم أول مرة تشوفوا فيديوهاتنا تشتركوا في القناة عشان تشجعونا اللي إحنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. طيب دلوقتي بقى هنقول لكم على التردد الجديد لقناة طيور الجنة على النايل سات وعلى قمر العرب سات. طيب تردد قناة طيور الجنة على النايل سات هيبقى 1 1 3 1 5. طيب الاستقطاب هيبقى عمودي، معدل الترميز هيبقى 2 7 5 0 0. طيب معدل تصحيح الخطأ هيبقى 3/4، وده هيبقى تردد قناة طيور الجنة على النايل سات. طيب دلوقتي بقى هنقول لكم على تردد قناة طيور الجنة على العرب سات، وهيبقى 1 1 3 9 3. طيب الاستقطاب هيبقى عمودي، معدل الترميز هيبقى 2 7 5 0 0، ومعادل تصحيح الخطأ هيبقى 3/4، وده كده هيبقى تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات 2020. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وإذا عجبك الفيديو اضغط لايك، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تشجعونا اللي احنا هنعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.